السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج جلسة خاصة. في هذه الحلقة الاستثنائية كان من المنتظر أن نستضيف السيد رجب مشيشي المنسق المحلي للشبيبة الحركية في تنغير وعضو الكتابة المحلية، لكن تخلف عن المواعيد بدون سابق إنذار. اتصلنا به قبيل تسجيل الحلقة إلا أن هاتفه ظل خارج التقرير. من هنا نطرح أكثر من علامات استفهام. كيف ننتظر من سياسي أن يفي بوعوده التي قطعها في برنامجه الانتخابي وهو لم يلتزم بوعد في الحضور إلى برنامج ليشرح فيه وجهات نظره حول آخر المستجدات في الساحة السياسية؟ هل الانشقاقات والصراعات التي يعرفها الحزب إقليميا هي السبب وراء هذا الغياب؟ هل صحيح ما يتداول حول الصراعات التي يعرفها الحزب إقليميا حول تزكية مرشحه لانتخابات 7 أكتوبر؟ هل صحيح ما يتداول حول رحيل أحد مناضلي حزب الحركة الشعبية بتنغير إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل تزكية تخول له دخول غمار انتخابات 7 أكتوبر المقبل؟ هذه الأسئلة وغيرها هل يمكن اعتبارها بداية الموت البطيء لحزب الحركة الشعبية بإقليم تنغير وإخفاق ممثليها قبل انتخابات 7 أكتوبر؟ هكذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج جلسة خاصة، ولنا موعد مع حلقة جديدة وضيف جديد.